مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، ديوان الزعفران للشاعر منذر الفطيسي. الدمع يصعد فوق لله درة، هالحزن للتاريخ ما مثلها أحزان، الجمعة الثكلة وأرضي تشره عالحلم يلي واقعه طول الأزمان، ما بس حاكم سيد عمان حره كان المجاهد في السما بين الأوطان، وما بس حاكم حارث عمان دره كان اللغة من قلب سنة وقرآن، 50 رحمة والأراضي أسره استبرق يدينه وسندس وريحان، 50 نعمة والوطن في مصرة في عرش قلبه مسك صوته والأعيان، كثر المطر يا رب يا رب حره إنسان، لا والله أمه في إنسان، الجامع الأكبر حناجره مرة ومحرابه ما متخيل الآن الآن، ومن خلفهم شارع وشعبك يجره عشان ما يطلع من القصر برهان، صبر النخيل اصطف موكب ومرة جثمان، شل الشعب كله في جثمان من بعد سادة بالصبر مستمرة، صلى خليلك بين بلوى وإيمان، والعسكر الجمر في خفوقه يذره السكتة اللحظة على كل شريان، سود الهدب ودموعه مكفهرة تلاحما في الحاشباب وشيبان، كادت تموت الأرض في حين غرة لكن حيت من ضمم تكفان سلطان، راح وحيا في الشعب خطبة سرة، هيثم لكم وانتم معه عز وامان، وصباح أمير قلوب عزاب مرة قابوس حي ما دام مع هيثم عمان، والله نبره أب والله نبره في كل أمر وكل ساعة وميدان، قابوس نام عمان فوق المجرة والشعب عند المقبرة صار قرآن.